يشارك وفد الشعب البرلمانية برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن وعضوية المهندسة زهرة أو زهوة الكواري في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ في العاصمة الفرنسية باريس وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي. يجري في الاجتماع مناقشة مسودة خطة العمل التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بما يواكب اتفاقية تغير المناخ الجديدة، وذلك من خلال وثيقة تمهد إلى التزامات قانونية للدول. هذا المؤتمر الذي يعقد الآن في باريس هو اجتماع للبرلمانيين الدول المشاركة في الأمم المتحدة على متزامن مع مؤتمر الأطراف 21 المناخ في باريس لتغير المناخ. فموضوع تغير المناخ موضوع جدا مهم، وهناك في نهاية هذا اليوم بعد وهو اليوم الثاني من الاجتماع ستتمخض عنهم وثيقة يقرها البرلمانيون المشاركون تركز على قضايا رئيسية، منها أن التأكيد أن تغير المناخ أصبح الآن كقضية خارج إطار الشك. صار دول العالم تبحث في موضوع تغير المناخ منذ تقريبا 20 عام، كل وسائل الأبحاث أو جهات الأبحاث العالمية أثبتت أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية علمية ثابتة غير قابلة للتشكيك، وآثارها السلبية أصبحت واضحة للعيان على كثير من الدول. ويريد البرلمانيون من خلال هذه الوثيقة أن يركزوا على بعض المبادئ التي يجب أن تتضمنها الاتفاق الذي سيخرج في باريس، بحيث أن تكون هناك مسؤوليات تقع على جميع الدول ومن جميع الدول. فمن المؤمل بنهاية الأسبوع القادم في مؤتمر الأطراف أن يخرج المجتمعون باتفاقية فعالة جدا بتاريخ 11 من هذا الشهر. البرلمانيون دورهم محوري ورئيسي باعتبار أن ما يتم الاتفاق عليه عالميا يجب أن يطبق محليا. فأي اتفاقية كاتفاقية القادمة لتغير المناخ توقع عليها الدول وتصادق عليها تصبح قانونا ملزما يجب على المجلس الشورى أو النواب أن يأخذه محل التطبيق.